أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هاشتاج وتتابعون فيها. تضامن سعودي واسع مع معتقلي حسمة الذين أعلنوا إضرابهما عن الطعام في محبسهما، وقتيل يتحدث عن معتقل، ناشطون يتداولون ما قاله جمال خاشقجي قبيل اغتياله عن الدكتور عبد الله الحامد المضرب عن الطعام. في مصر رحلة المليون توقيع لرفض تعديل الدستور تتواصل، فهل تنجح فيما فشلت فيه القوى السياسية منذ الانقلاب؟ وفي الجزائر دعوات متواصلة للتظاهر ضد العهدة الخامسة لبوتفليقة. كل هذا وأكثر في هاشتاج فتابعونا. أهلا بكم إلى هذه الحلقة من هاشتاج. ندعوكم دوما أن تكونوا ضيوفنا مباشرة على الهواء عبر حساب سكايب اي جي مباشر، وبإمكانكم أيضا أن تساهموا معنا عبر حسابينا على تويتر وفيسبوك في اختيار موضوعات الحلقات والتعليق عليها، فشاركونا. والبداية من السعودية والتي تشهد حالة واسعة من التضامن عبر تويتر مع إضراب معتقل الرأي في السجون، حيث أعلن الكثير من المغردين دعمهم للمعتقلين السعوديين، فقد وصل وسن إضراب المشايخ بالسجون إلى قائمة الأكثر تداولا على تويتر بالمملكة بعد إعلان حساب معتقل الرأي عن دخول الدكتور عبد الله الحامد البالغ من العمر 69 عاما وهو أحد مؤسسي جمعية الحقوق المدنية والسياسية في السعودية حسم، ودخوله وذلك بعد أعداد إعلان دخوله في إضراب مفتوح عن الطعام للضغط على السلطات السعودية لإطلاق سراح جميع نشطاء العمل السلمي والديمقراطية وكافة أصحاب الرأي والمعتقلين تعسفيا. وعقب إعلان الحامد عن الإضراب انضم إليه عدد من النشطاء والدعاة والمشايخ، منهم محمد القحطاني وعبد الكريم الخضر وعبد الرحمن الحامد وفوزان الحربي المعتقل هو وزوجته كذلك في السجون السعودية. وتضامنا مع معتقل الرأي المضربين عن الطعام، تداول مغردون مقطعا لجانب من مداولات المحاكمة الدكتور عبد الله الحامد ودكتور محمد القحطاني ونقاشهم مع القاضي حماد العمر بالمحكمة الجزائية بالرياض في العام 2012. دعونا نتابع. سام بس علشان اسمع. اسمع ما هو؟ لا تتكلم مع اللي حواليك وتسمع. طيب ما والله تكلمت على يهوش اقول له ارفع صوتك. بس هيا شايب لابد تقول اني شايب. لا هو شايب، هو شايب دبل. اسمع بس استعني يا سمع عبد الله. سمع تقول لي شايب خلاص يعني اني باقل حياتي. نعم نعم. ازكى من لزمة المسجد والتعبد نتوب عن الجهاد يا شيخ تفتينا. جهاد غير اذن ولي الامر افتيك انه ما يدوب. هذا علم جديد كود الناس على الف تاجر. روح للمفتي انا اطلع من عندي وروح اساله هل يجوز ان جهاد غير اذن ولي الامر؟ وأعظم الجهاد كلمة حق بدون إذن ولي الأمر. هذا حديث صريح يا شيخ. وأهم شيء الصدق في الكلام. إذا ما كان الإنسان صادق في كلامه وصادق في وعوده. لا يا شيخ ترك عاد أنا ما نبى الآن قدام. ما أنا ما أكلم. إذا تكلمني لكل سؤال جواب. أو إنك ما صدقت في وعدك. أنا ما صدقت ولا منه؟ أنا اللي ما صدقت. بإيش ما صدقت؟ ما أنا عنيف. طيب خلاص. أنا من بعنيف. لا. أنا أقول أنا أهم شيء الصدق في الكلام والصدق في الوعد. الصدق إذا قالوا المحامين إذا قدمت مذكرة رد دعوة ترى تكفي هالجلسة، نقول تكذبون حنا بخص. والله مولمين أربع مذكرات يا شيخ أنا وأبو عبد الله. قالوا المحامين لا أنتم غلطانين. يمكن الشيخ يرد الدعوة وشو تثمن حسي؟ والله أنهن أربع. والله أنهن عشر جاهزات. قالوا لا ما نبي نكحن هالحين. هذا والله الحاصل. أقسم لك بالله لنا أسبوع ولو محامين واحد إنهم أربعة قالوا أنتم غلطانين. أطلبوا رد الدعوة وعلى الهيئة أن تثبت أن الدعوة غير كيدية وأنها ليست شخصية.
إذن في هذا الفيديو دكتور عبد الله حامد كان في المحكمة القاضي يحاول إقناعه بألا يعني بأن يتوقف عن الجهاد دون إذن ولي الأمر، بينما عبد الله حامد يقول له أنه أعظم الجهاد هو كلمة حق عند سلطان جائر أو بدون ولي الأمر. الحامد يتحدث في هذا الفيديو الآخر عن أهمية تطبيق الديمقراطية داخل المملكة العربية السعودية، مؤكدا أن الأزمة السياسية التي تعيشها المملكة هي بسبب الحاكمة. دعونا نتابع. في كثير الآن من الإسلاميين من مسألة مثل الديمقراطية، الديمقراطية كفر والحاكمية لله والشعب لا يمكن أن يكون له مصدر السيادة، هذا كلام غير صحيح. ما دليلكم؟ ما عندهم دليل. الموقف من الديمقراطية، الديمقراطية هي وسيلة، الاشتراكي ممكن يجعلها وسيلة لبناء الاشتراكية، العلمانية يجعلها وسيلة لبناء العلمانية، الإسلامية يجعلها وسيلة لنشر الإسلام. فالمشكلة ليست بين الله وبين الناس، المشكلة بين الحاكم والمحكوم. وبالتالي هذا الفقر والجذب في الفكر السياسي هو الذي أنتج ما نحن نحس به اليوم من أنه تحولت الأمم والشعوب إلى قطيع وظيفته أن يسمع ويطيع. تعليقاتنا عبر تويتر حول مسألة إضراب الدكتور عبد الله الحامد وغيره من النشطاء الموجودين داخل السجون السعودية، حيث قال الباحث السعودي مهنا الحبيل أو مهنا الحبيل يقول في تغريدة: يعود عبد الله الحامد لقيادة الحدث بفدائيته المدنية المعروفة، وقد قال لي ذات يوم إن الاستشهاد المدني لحقوق الشعب في ظل تنامي القمع هو السبيل الوحيد أمامي وسأخوضه إلى النهاية، ورغم عمره وصحته العليلة يواصل مسيرته، لكن الفارق هو انتصار ثقافته سيدها المشهد الفكري بعد سقوط المزيفين. أنا سأل الشيخ والآخر يغريد كاتبا على تويتر: الإضراب عن الطعام وسيلة ضغط مجدية بالنسبة للمجتمعات الغربية التي تحترم مواطنيها وتستمد أصلا مشروعيتها من رضاهم ومشاركتهم في تسيير الأمور داخلها. وأضاف: المشايخ استنفذوا جميع وسائل التعبير السلمي الحضاري وآخر الدواء الكي. صاحب حساب مفتاح علق بقوله: دولة تخاف من تغريدة، تخاف من كلمة، تخاف من معتقل لديها، هل هذه سعودية عظمى أم سعودية كرتونية؟ على حد قوله متسائلا ومتعجبا. عبد العزيز هو الآخر يغرد قائلا: الحق لا يكون باطلا إن قل أتباعه، والباطل لا يكون حق إن كثر أتباعه، هذه المقولة تنطبق على الدكتور الحامد ومن معه من المعتقلين. حساب سعوديات معتقلات غرد بقوله: هؤلاء المعتقلون لم يحملوا سلاحا ولم يطالبوا بإسقاط النظام، لم يدعوا للفوضى والعنف، جريمتهم الوحيدة هي أنهم يريدون وطنا خالا من الفساد والاستبداد، وأبناء الوطن يعيشون بحرية وكرامة، فتم اعتقالهم ولشدة ما يلاقونه في السجن وجدوا أنفسهم مضطرين للإضراب. أما من أكثر المقاطع تداولا اليوم فقد كانت لحديث سابق للصحفي الراحل جمال خاشقجي يتحدث فيه عن أفكار الدكتور عبد الله الحامد، صحفي راحل تم اغتياله، يتحدث عن مفكر تم اعتقاله. دعونا نشاهد. كان في حركة للملكية الدستورية في السعودية حتى قبل الربيع العربي، وأصحابها الآن في السجن، الأستاذ عبد الله الحامد و وبعض ممنوعين من السفر، متروك الفالح وآخرين اللي طرحوا فكرة الملكية، وهي حركة متقدمة جدا، ونحن السعوديين حان الوقت أن نكتشفها. أنا يعني أدعو كل سعودي أن يدخل إلى صفحة أبو بلال عبد الله الحامد ويقرأ هذا الإبداع الدستوري الذي قدمه عبد الله الحامد لنا. تصفه بالإبداع الدستوري، إبداع دستوري، والجميل فيه أنه ليس غير أجنبي، يعني ليس بفكر مستورد أو فكر أوروبي، من التربة السعودية، من التربة السعودية السلفية الإسلامية السعودية الخالصة، كتبه سعودي خالص. طبعا عبد الله الحامد مثقف ومتعلم، ولكن خلفيته إسلامية راسخة، ولكن ليست متشددة، ليست متشددة. فكان في هذه الدعوة في السعودية وسبقت الربيع العربي. في حين نشر حساب منظمة القسط لدعم حقوق الإنسان نشر مقطع عند تعريف بجمعية حسم التي كان دكتور عبد الله الحامد وعدد من المضربين عن الطعام كانوا من أبرز مؤسسيها. دعونا نتابع. We'll be right back.
سياق متصل، قال حساب معتقل الرأي المتخصص في متابعة قضايا المعتقلين من الدعاة والنشطاء، قال إنه تأكد من أن السلطات السعودية قد ألغت جلسة محاكمة الشيخ سفر الحوالي وأفراد عائلته التي كانت مقررة صباح اليوم الاثنين دون إبداء أي أسباب. وأضاف الحساب: نؤكد رفضنا للانتهاكات المتكررة ضد معتقل الرأي والتي كان آخرها إلغاء جلسة محاكمة الشيخ سفر الحوالي بلا سبب، لأن هذا فيه تلاعب بمشاعر الأهل ومماطلة في الإفراج عن الشيخ وعن أبنائه وأفراد عائلته. ونقول: إما محاكمة علنية يحضرها ممثلون من الهيئات الحقوقية الدولية أو الإفراج الفوري. بعد الفاصل، السعودية التي تعتقل العلماء والنشطاء تطلق تدريبات ثيران هيئة الترفيه، فابقوا معنا. في حب الوطن بدأت حكايتنا، من عبق الأجداد وأصالة الماضي، من رؤية ثاقبة وتخطيط ملهم، يدا بيد تمضي مسيرة وطننا، نبني ونشيد ونصمد ونتطور، محققين أعلى معدلات النجاح. دلالة القابضة، الثقة والابتكار. أهلا بكم من جديد. ونبقى في السعودية، حيث تداول مغردون على منصات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر مجموعة من الثيران في أول حصة تدريبية لها، وذلك تمهيدا لمهرجان الركض مع الثيران أو تحدي الثيران ضمن مجموعة المشاريع الترفيهية التي أعلن عنها رئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ. دعونا نتابع هذا الفيديو لمجموعة الثيران في أول حصة تدريبية. أعرف على ماذا يتدربون حقيقة، ولكن تعليقا على هذا الفيديو المتداول، كتب المدون السعودي رشيد عبد الرحمن العوين قائلا: يقال أن هذه الثيران الترفيه، فإن كان ذلك حقا فندعو الله ألا يزيغ أذهاننا ويحفظنا بديننا. شر البلية ما يضحك، ثيران مدري وش الدور. ودون محمد المهندي قائلا: ثيران الترفيه في أول حصة تدريبية. الله يعينكم يا أخواننا السعوديين على دفاشة توتو وأفكار المدمرة. الفقراء المساكين أحوج منها الصرف على الثيران، واللي فيه شقق ينتظرون المساكن، واللي مديون واللي محتاج يتزوج، أبرك من ثيرانك وأفكارك. ودونت شوق: والله وانا طالعهم الحين افكر ايش فايدتهم، هذه رياضه تاريخيه لاسبانيا، يروح يجيبها بطياره ويخسر كم مليون عليها وعلى تاجيرها وعلفها، وبالنهايه بياجر كم شاب محتاج فلوس عشان يهدها الثيران عليهم ويتركضون، ويقول بالنهايه شوفوا الناس استانست، طبعتهم الفلوس بدون مناطح. وإلى مصر، حيث يتواصل التفاعل الشعبي في مصر مع حملة لا للمساس بالدستور، والتي أطلقتها قوى سياسية مصرية، وتضاعف عدد المشاركين أو تضاعف عدد المشاركين في الحملة خلال 24 ساعة الماضية، حيث أعلنت الحركة المدنية المصرية أنها جمعت قرابة 24 ألف توقيع على البيان الرافضي لمشروع التعديلات الدستورية والتي تمنح السيسي فرصة البقاء في الحكم حتى العام 2034. وجددت الحركة في بيان لها دعوة وتها للمصريين إلى المشاركة بالتوقيع على رفض التعديلات التي قالت إنها تعني القضاء على أي إمكانية للتداول السلمي للسلطة وتجميد مشروع بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة. على تويتر تتواصل ردود الأفعال رفضا للتعديلات الدستورية، حيث كتب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق محمد محسوب قائلا: يقيني أن ثلاثة مطالب لا يختلف عليها المصريين أو لا يختلف عليها مصريان تمثل الحد الأدنى لتوافق وطني: وقف إجراءات التلاعب بمدد وفترات الرئاسة ودور الجيش، تطبيق الأحكام الدستورية المعطلة عندنا، عدالة انتقالية، توزيع عادل للدخول، حصة موازنة للصحة
التعليم والبحث العلمي انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة تحت إشراف دولي. أما أستاذ العلوم السياسية دكتور حسن نفعة فقد غرد قائلا: في مصر فراغ سياسي مخيف، فالساحة خالية إلا من لاعب واحد يتصور أنه الأقدر على إحراز الأهداف رغم أن المرمى خال أمامه، يتصور أن الجماهير مفتونة بمهاراته وتهتف باسمه رغم أنها غادرت المدرجات بعد أن أدركت أن الفريق المنافس منع من دخول الملعب بالقوة وأن المباراة تحولت إلى استعراض فردي. علق كذلك الفنان عمرو واكد قائلا: لن أندرج في مهاترات فرعية، تركيزي كله على روض التعديلات، أنصحكم تعملوا كده وبلاش ضيعوا طاقتكم في تفتيت الصف. أما الإعلامية سلمى الدالي فقد كتبت: الملف الاقتصادي وحده يهزم أي دفاع عن التعديلات وأي محاولات للتمديد، من عايز يكمل في كل هذا الفشل في طريق الاستدانة اللي مش شايفينه نهاية؟ من الشعب هينسى حديث الرئيس أنه مشروع حفر قناة السويس التي لا زالت تستدين كانت لرفع الروح المعنوية لا للتعديلات الدستورية؟ أما دكتور طارق الزمر فقد كتب قائلا: شعب مصر اليوم أمامه فرصة تاريخية لإنقاذ البلاد من الدكتاتورية البائسة التي تحاول أن تشرعن نفسها من انهيار مظاهر العيش الكريم الذي يؤرق الجميع ومن تردي المرافق الذي بلغ درجة لم يبلغها من قبل، وذلك بشرط توحيد الصفوف على هدف استراتيجي واحد وبرنامج هدفه حرية الوطن ورفاهية المواطن. على فيسبوك وصلوا صفحة الموقف المصري نشر آراء لمواطنين مصريين من مختلف الشرائح الاجتماعية يعبرون عن رفضهم لتعديلات أو لمشروع التعديلات الدستورية. دعونا نتابع. مساء الخير، أنا بنوب أسامة، مواطن مصري عندي 25 سنة، أرفض وبشدة التعديلات الدستورية 2019 بناء على المادة 226 من الدستور المصري التي تنص على أنه لا يجوز تعديل المواد المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية أو بمبادئ الحرية والمساواة ما لم تكن التعديلات متعلقة بمزيد من الضمانات، ومزيد من الضمانات معناها مزيد من الحريات، مزيد من الديمقراطية، ومزيد من المساواة. والسلطة عندنا في مصر ما بتحبش الثلاث كلمات دول، والسيسي قالها صراحة: احنا في منطقة تانية من العالم ما بنتكلمش فيها الحرية. القضية بقى مش قضية السيسي يقعد سيسي يمشي والكلام ده كله، القضية قضية ان مفيش حد يجرؤ حتى بعد 100 سنة ان هو يجي يلعب في الدستور علشان الكرسي عجبه وشايف ان فيه روح وعايز يقعد معانا شوية. وان الشعب ده لازم يفهم ان معنى كلمة دستور هو العقد اللي بينه وبين السلطة علشان يضمن حقه، وحق الشعب ده تداول سلمي للسلطة. احنا محدش اشترينا تداول سلمي للسلطة، ولا عايزين رئيس مقتول، ولا عايزين رئيس مسموم، ولا عايزين رئيس معزول، ولا عايزين رئيس مقبوض عليه. احنا عايزين تداول سلمي للسلطة، رئيس يسلم البلد ده رئيس بس. شكرا. ننوه مشاهدينا إلى هذا الخبر العاجل، حيث وردنا نقلا أو رويترز نقلا عن وسائل إعلام مصرية تفجير انتحاري في محيط الجامع الأزهر في منطقة وسط القاهرة. ونعود للسياق ذاته، حيث تداول نشطاء تغريدة سابقة كتبها الناشط السياسي حازم عبد العظيم المعتقل في السجون المصرية منذ 9 أشهر، فقد غاد حينها بقوله: لما تيجي الوصلة بتاعت لازم نغير الدستور ونمد فترة الرئاسة علشان الإرهاب ومن أجل شهدائنا في سيناء وعشان الرئيس يكمل إنجازاته العبقرية براحته من غير قلق، ونقلبها شكمجية عسكرية واعملوا لي منشن وكل عام وأنتم بخير. يعلق عليها الحقوقي المصري طارق حسين قائلا: الحرية لحازم عبد العظيم لا لتعديل الدستور. ودونت نجوى قائلة: حازم عبد العظيم معتقل، رأي حازم محبوس من غير تحقيق ولا محكمة. أما خالد فقد قال: الحرية للجدع، يا ريت مصر يكون فيها رجال مثل دكتور حازم عبد العظيم اللي لما غلط اعترف بغلطه ورجع للحق وحاليا بيدفع ثمن اعترافه بخطأه. في مصر أيضا قالت مصادر أمنية مصرية قبل قليل، قالت إن أجهزة الأمن رحلت اليوم الاثنين المصور الصحفي محمود أبو زيد الشهير بشوكان وآخرين من قسم شرطة الخليفة إلى قسم شرطة الجيزة تمهيدا للإفراج عنهم في القضية المعروفة إعلاميا بفض ربيعة عقب قضائهم عقوبة السجن 5 سنوات. وبحسب عدد من الصحف المصرية فإنه من المتوقع ترحيل المصور الصحفي شوكان عقب ذلك إلى قسم شرطة الهرم وهو القسم التابع له جغرافيا تمهيدا لإطلاق سراحه. وغرد المحامي الحقوقي كريم عبد الراضي قائلا: فاضل خطوة يا مسهل شوكان في تخشيبة الجيزة علشان يترحل لقسم الهرم، الصحافة مش جريمة.
وإلى الجزائر، حيث أطلق نشطاء دعوات للخروج في مظاهرة يوم الجمعة المقبل الموافق 22 فبراير للتعبير عن رفضهم لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في إبريل المقبل. وجاءت دعوات التظاهر عبر وسم حراك 22 فبراير، والذي تصدر لائحة الأكثر تداولا على تويتر في الجزائر. بعض الجزائريين يعتبرون تاريخ بوتفليقة كافاً لانتخابه لولاية خامسة رغم حالته الصحية المتدهورة، فهل النضال والتاريخ الحافل مبرر للبقاء في الحكم؟ مزيد من التفاصيل في المقطع التالي من إي جي بلس. أجيال مختلفة من الجزائريين عاصرت الرجل منذ المقاومة ضد الاستعمار وحتى فترته الرئاسية الرابعة. عبد العزيز بوتفليقة الجيل الأول يعرفه مناضلاً ترك دراسته ليقاوم الاستعمار وتولى مناصب عسكرية عدة حتى نالت الجزائر استقلالها، ثم أصبح عضو المجلس التأسيسي الوطني وبدأت حياته السياسية. الجيل الثاني عرف بوتفليقة السياسي الذي تولى وزارة الشباب والسياحة ثم وزارة الخارجية حتى وفاة الرئيس هواري بومدين. بعدها أثيرت حوله قضايا فساد غادر على إثرها البلاد، إلى أن أسقطت التهم نهاية الثمانينيات فعاد إلى الجزائر. الجيل الثالث عاش العشرية الدموية في التسعينيات حين عطل الجيش المسار الديمقراطي ودخلت البلاد دوامة عنف مع الإسلاميين. ورأى هذا الجيل بوتفليقة رئيساً لأول مرة يعالج تلك الجراح عندما أقر قانون الوئام المدني الذي فتح باب العفو لاستعادة الاستقرار في الجزائر، وعمل على تحسين الاقتصاد رغم الاعتماد على النفط، واستطاع أن يحصل على فترة رئاسية ثانية. لكن الجيل الرابع يعرف بوتفليقة الذي عدل الدستور ليستمر بحكم البلاد فترة ثالثة، وقاد حكومات وجهت تهم بالفساد لعدة قطاعات منها. هذا الجيل تنقسم آراؤه بشأن بوتفليقة، حيث لا يرى البعض أنه يمثل الشباب، ومنهم من اعترض على ترشحه لفترة رابعة، خصوصا مع الغموض الذي يحيط بحالته الصحية. من أي الأجيال أنتم؟ للعهدة الخامسة وحراك 22 فبراير كانت هناك عدد كبير من التغريدات على هذا او على هذه الوسوم. حراك 22 فبراير ببساطة يعني انخراط قطاعات واسعة من الشعب في العمل السلمي المعارض ومجابهة اي نظام طال هراؤه. العصيان المدني عمل بطولي يكشف بجلاء زيف السلطة اللا مرغوب فيها، فماذا ستفعل السلطة امام جماهير غاضبة قررت الاعتصام؟ أما إني فتقول الشرطة والجيش هم أولادنا إخوتنا وحماة الوطن، أتمنى ألا تحصل مناوشات معهم وألا تخرج المظاهرات من إطار السلمية، نحن اليوم شباب بثقة وواع وعلى درجة كبيرة من المسؤولية. أما هرمل محمد فكتب قائلا لا نريد تكسير ولا مواجهات مع الأمن، مطلبنا سلمي وهو إيصال رسالة إلى السلطة وذلك على حراك 22 فبراير. نهاية هذه الحلقة من هاشتاغ، لكم تحياتي أنا حياة نماني، وإلى اللقاء.